هذا سائل يقول: رجل غائب عن أهله أكثر من سنة من 6 أشهر من أجل العمل، فما حكم الشرع في هذه في فترة غياب الرجل عن أهله برضاهم؟ معذور في هذا، غيبته لطلب الرزق الذي يحتاجه هذا معذور فيه ولا يؤاخذ عليه، لكن إذا تمكن أنه يسافر لأهله كل بين فترة وأخرى يسافر لأهله فهو يسافر، أما إذا لم يتمكن من السفر وهو محتاج إلى هذا العمل فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.